استمرارا للزيارات الخارجية التي تقوم بها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قامت الحملة بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث التقى المستشار محمود فوزي الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس وعدد من أعضائه. وأشاد رئيس الحملة أن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عمل على تعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات التسع الماضية، حيث أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2012، والتي تؤكد على جدية الدولة المصرية وقناعتها وأهمية تعزيز حقوق الإنسان في مصر، أخذا في الاعتبار ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها، فضلا عن إطلاق الحوار الوطني الذي خصص لجنة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وقدمت مخرجات جادة، فضلا عن التوسع في إصدار تراخيص الوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية. كما احتفى الدستور المصري بحقوق الإنسان وتضمنت بنوده عشرات النصوص الضامنة لحقوق الإنسان، كما صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص ذوي الهمم والحقوق المدنية والسياسية والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.